هذا السائل يقول الشيخ، هل صحيح أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه بأن من لطم وجهه يحشر مع الأشرار؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكن الذي صح هو النهي عن الضرب على الوجه، سواء وجهه وغيره، ضرب على الوجه الكي في الوجه، هذا هو المنهي عنه. نعم.